ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب كروب خير. لحظة واحدة، ايوه جيتها. يلا بينا ندخل على الانترو على طول. ممكن يكون النهاردة مفيش مقدمة كبيرة قبل الانترو الكام ده، وده لان النهاردة مفيش سكريبت. انا طالع جدا للكاميرا جدا فيس تو فيس، اتكلم على طول من مخي، مفيش سكريبت الموضوع. وممكن اسمي الفيديو ده بعنوان اختار لعبتك صح. خلينا كده متفقين ان الحياه اللي احنا عايشين فيها دي كده كلها لعبه، وفي لعب كتيره قوي في الحياه دي. وفي طبعا اللعبه التقليديه اللي كلنا عارفينها، ان انت تدخل المدرسه وبعد كده تدخل اعدادي وثانوي، وبعد كده بعد ما تخلص تدخل جامعه، وبعد ما تخلص الجامعه تشتغل، بعد كده تترقى والكلام ده. والحياه التقليديه دي او اللعبه التقليديه دي ليها معنى، وبالعكس مش ممكن كمان يكون كمان ليها معنى واحد، لا دي ليها معاني كتيره، يعني مش وحشه، حياه بتقضي الغرض. وخلينا متفقين ان في اللعبه التقليديه دي فرصه النجاح بتاعتك اكبر، عشان في ناس كتيره لعبوها قبلك فعارفين مفاتيح اللعب بتاعتها وازاي يعدوا المراحل فيها. لعبه مضمونه في الاخر يعني. ماشي، غيرت، عايز العب لعبه تاني، عايز العب لعبه غير الناس كلها بتلعبها، ساعتها كده انت كده هتبقى غريب. والناس اللي عايزه تسلك الطريق التاني ده وعايزه تلعب اللعبه التانيه بينقسموا لناحيتين او بينقسموا لفرقتين. اول ناس، انا عايز العب لعبه جديده، مش عايز العب اللعبه التقليديه بتاعت الناس بس مش عارف العب ايه. وده حلها انك بتلعب لعب كتيره في نفس الوقت لحد ما تلاقي اللعبه اللي انت متخصص فيها، او لحد ما تلاقي اللعبه اللي انت شايف نفسك فيها اللي انت فعلا ممكن تلعبها. جميل جدا. وهنا بتتنقل للمرحله التانيه او للناس التانية، اللي انت عندك اللعبة الجديدة بس مش عارف تلعبها. ده لان اللعبة لسه جديدة، مفيش حد معاه المفاتيح بتاعتها، محدش لسه عداها، فانت اول واحد بتدخله وانت اول واحد بتعديها، فانت مش عارف بتتلعب ازاي. انك تغير اللعبة بالسهلة هتبقى فيه معوقات كبيرة جدا قدامك، اولهم نظرة اهلك ليك وانت بيبصوا لك، اللي هو انت غريب، انت مش هتنجح. ومش نظرة اهلك بس، نظرة الناس كمان اللي حواليك، هم مش متعودين على اللعبة دي، شايفينك غريب، شايفينك انت مش هتنجح، انت مجازف جدا وهترجع تاني للعبة التقليدية بتاعتهم. او ممكن نقول ان هم خايفين من الجهل، مش خايفين من الجهل اللي هم مش متعلمين، لا، خايفين من الجهل اللي انت بتعمله. هم شايفينك ان انت كده جاهل، دي مش اللعبة اللي احنا تعودنا عليها، دي لعبة تانية، فانت مش متعلم كويس عشان تلعب اللعبة بتاعتنا، عشان جاي بتلعب لعبة تانية. ودي اكبر مشكلة بيواجهها الناس اللي بتلعب اللعبة التانية دي، ان الناس اللي حوالينهم مش معتقدين ان هم فعلا بيعملوا حاجة خاصة بيهم. لا، انت فاشل، انت ما عرفتش تلعب اللعبة بتاعتنا التقليدية الحلوة، فانت بتلعب لعبة تانية وهتفشل فيها. مش كونك اللي انت ناجح وعايز تغير اللعبة، لا، كونك اللي انت مش عارف تلعب لعبتنا. طيب، حلو، حلو جدا الكلام ده. كل لعبة لها اصدار مختلف. ممكن يكون انت بتلعب لعبة وفي ناس كتيرة جدا بتلعب نفس اللعبة اللي انت بتلعبها، اللي هي اللعبه الجديده، بس ليها اصدار مختلف، كل واحد مع اللعبه بتاعته بالاصدار المختلف بتاعه. طب ايه هي المخاطر بقى لو انت لعبت لعبه جديده او اخترعت لعبه جديده انت تلعبها؟ ببساطه جدا، المخاطر اللي انت ممكن تعدي مراحل او توصل لمراحل انت مش عارف تعديها. ده ليه؟ لان انت اللي مبرمج اللعبه، انت اللي عامل اللعبه، فانت اللي عارف مفاتيح اللعبه، او لازم تعرف مفاتيح اللعبه. محدش دخل اللعبه دي قبل كده، او في ناس دخلت لعبه ثانيه بس معاها اصدار ثاني، انت الوحيد اللي معاك اللعبه بتاعتك بالاصدار بتاعك، فانت لازم تعدي المراحل او تكتشف طريقه انك تعدي المراحل دي. اكبر المخاطر بتاعت اللعبه عموما او اللعبه اللي انت بتلعبها. وده اللي انا شايف نفسي فيه دلوقتي، ان انا اكون يوتيوبر في السن ده. طبعا في ناس اقل مني، بس اللي انا اقدم المحتوى الهادف ده، مش بقدم محتوى تحديات والكلام ده. طبعا مع احترامي للناس دي كلها اللي بتقدم المحتوى ده، وفي المكان اللي انا فيه او الحته اللي انا عايش فيها في وسط اصحابي، ففكره ان انا اكون يوتيوبر، انت بتلعب لعبه مختلفه عن اللعبه بتاعتنا وفي نفس الوقت شغال، فانت لا، انت مختلف خالص، انت مش قادر تلعب اللعبه بتاعتنا عشان جاي تلعب اللعبه اللي انت فيها دلوقتي. وفي الاخر بتتوصل لحل ان انت لازم تلعب اللعبتين في نفس الوقت، تلعب اللعبه المختلفه بتاعتك وتلعب اللعبه التقليديه بتاعت الناس. والكلام ده برضو لثانويه عامه، انت دلوقتي مش شايف نفسك في تعليم، شايف نفسك انت ممكن تفتح مشروع، او انت مثلا جرافيك ديزاينر، او انت اي حاجه انت بتحبها، بس اهلك منعينك عشان انت لازم تكمل ثانويه عامه ولازم تجيب مجموع عالي. فانت في الفتره دي لازم تلعب اللعبتين، تلعب اللعبه التقليديه بتاعتهم ان انت تذاكر والكلام ده، وطبعا دي مهمه جدا انك تذاكر، لازم تكون متعلم، مش بقلل من اللعبه دي خالص، ولازم تلعب معاها اللعبه بتاعتك اللي انت بتحبها، لحد ما تيجي الفتره ان هتقف فيها كل حاجه ولازم تختار لعبه واحده بس. ساعتها تشوف انت هتختار اني لعبه، ساعتها بقى انت مشيت في اللعبه التقليديه، ماشي مش بطال، وفهمت فيها ازاي بتتلعب زي ما الناس بتقول لك والكلام ده، ومشيت شويه حلوين في اللعبه بتاعتك اللي انت صممتها وانت اللي عامل لها الجرافيك وانت اللي عامل لها كل حاجه. فساعتها لازم تختار دلوقتي بقى، انا هلعب دي ولا هلعب دي. اهم حاجه انك تزود اللعبه وتزود الطريق وتزود
الليفلات بتاعت اللعبات دي، تزود الليفل بتاع اللعبة التقليدية بتاعت الناس كلها وتزود الليفلات بتاعت اللعبة اللي انت اخترتها. لازم تعدي مراحل كتيرة عشان تكون خبرة في اللعبة دي او اللعبة دي. وفكرة اصلا انت تكون اصلا خبرة في اللعبة التقليدية بتاعت الناس دي لوحدها برضو بالسهلة، يعني دي برضو هتحتاج برضو منك جهد وكام ده عشان تكون خبرة في اللعبة التقليدية دي. ممكن توصل معاك ان انت تعدي المرحلة الواحدة بس في يوم، يومين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، 10 سنين. انا بقالي 4 سنين في اليوتيوب ولحد دلوقتي عندي 4000 مشترك، وطبعا بشكرهم جدا ان احنا وصلنا ل 4000 او داخلين ل 4000. بس بصوا، وفي ناس تانية ممكن في يومين بس توصل ل 100 و200 الف. فكرة بقى السن، ان انا مش هعرف العب اللعبة بتاعتي دلوقتي مثلا انا عندي 20-30 سنة، انا خلاص اتعودت على اللعبة الاولانية. هسيب لك لينك تحت في الديسكريبشن، في واحد اختار لعبته ودخل لعبة جديدة وهو عنده 66 سنة. وفي ناس بتفتح مشاريع وبتختار اللعبة اللي هي عايزاها في سن ال 40 و50 سنة. ففكرة السن مش عائق خالص ومش دليل لأي حاجة أصلا. فلو أنت طالب ثانوية عامة لازم تفكر في الكلام ده كويس. لو أنت بتقول أنا ليه بذاكر، أنا أصلا مش هينفعني الكلام ده كله، الكلام ده الفيديو ده تقريبا ليك، ومش هتلاقي حد بيقول لك جينا تاني، أو مش هتلاقي حد بيشبه لك بالطريقة دي. أنت لازم تلعب اللعبتين دلوقتي، وممكن كمان في الفترة اللي إحنا فيها دي فترة امتحانات والكلام ده تلعب لعبة واحدة بس اللي هي اللعبة التقليدية، وتركن اللعبة بتاعتك على جنب شوية. بس مش تركنها خالص، تركنها بس على جنب شوية لحد بس موضوع الشهر بتاع الامتحانات ده يخلص، وبعد كده ترجع تلعب اللعبة بتاعتك تاني. أنا عارف فيديو دسم شوية أو فيديو طويل شوية وكلام ملخبط، بس أنا حبيت إن أنا أقول الكلام ده، والكلام ده مش بسكريبت خالص أصلا، يعني الكلام ده من كاميرا ليا على طول كده. فاختار لعبتك صح، وما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب لحاجات التزهنية دي كده عشان أجيب لك أي أبديت في حياتي أو أي حاجة عن الفيديوهات اللي أنا عاملها كتير. وكل سنة طيبين، جوسا كوتش، السلام عليكم.